طب تعالي بقى ناخد الكلام بقى من مصادر يعني خلاص يلا بينا. بشريه على طول بشكل مباشر. تعالوا نعرف شويه تفاصيل اكتر متعلقه بهذا اللقاء المهم جدا اللي اتلعب امبارح، واللي اكيد لقاء الاياب بتاعه هيكون برضه هو كمان صعب جدا التكهن مين اللي هينتصر مع نهايته. معانا على التليفون الناقد الرياضي الاستاذ احمد غنيم، وحديث حول مباراه الامس. يا صباح الفل عليك واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير عليك كريم، صباح الخير عليك انا هوند ولكل مشاهدي برنامج ولكل مشاهدي قناه الاهلي. اهلا بحضرتك معانا. طبعا ماتش ناري بالمعنى الحرفي للكلمه، ناس كتير جدا كانت قبل اللقاء بايام يعني بيستطلعوا الاراء، يا ترى انتم شايفين ان كفه مين هتكون ارجح؟ ما حدش اجمع على ان في كفه بعينها، وقد كان زي ما شفنا في ماتش امبارح. انت شخصيا يعني كيف شاهدت وكيف رايت هذه المباراه وتوقعاتك بالنسبه لمباراه الاياب ان شاء الله؟ الحقيقه في المباراه اكثر من رائعه، اعلى مستوى كره القدم في العالم الحقيقه قدم في مباراه الامس، تكتكس على اعلى مستوى سواء من كارلو انشلوتي او بيب جوارديولا، تحديدا كارلو انشلوتي ان ازاي قدر يوقف خطوره ايرلينج هالاند. حقيقه شغول كارلو انشلوتي الحقيقه، وده يرجع لانتوني روديجر. يعني الصحف الاسبانيه اعطت انتوني روديجر مدافع ريال مدريد 10 من 10 في التقييم، وده حقيقه استحقه لان شل خطوره ايرلينج هالاند بشكل كبير جدا. يعني حتى ان بيب جوارديولا بعد المباراه تحدث عن النقطه دي وقال ان هالاند حاول يتحرك بشكل جيد، لكن المساحات كانت مشغوله بين الظاهرين وقلب الدفاع في ريال مدريد، وبالتالي يعني الحريه اللي بيتمتع بها هالاند في تسجيل اهداف في البريمير ليج او حتى في المباريات الماضيه في دوري ابطال اوروبا لم يجدها في مباراه الامس. طبعا ريال مدريد الحقيقه قدم مباراه ايضا تكتيكيه، يعني اقصى من رائع من الناحيه الهجوميه، الاستغلال خطوره فينيسيوس جونيور، وان كان فينيسيوس جونيور برضه واجه صلابه دفاعيه جدا من كايل ووكر اللي في وجهه نظري قدم مباراه اقصى من رائعه. صحيح فينيسيوس جونيور بالامس سجل هدف من تسديده صاروخيه جميله، ولكن كايل ووكر مدافع السيتي لعب برضه مباراه عاليه جدا من الناحيه التكتيكيه الى حد كبير شل خطوره فينيسيوس جونيور فيما يخص صناعه الفرص. فانا اعتقد المباراه كانت اكثر من رائعه من ناحيه الفريق، يعني من ناحيه الفريقين. والحقيقه التصريح اللي كان يمكن في وجهه نظري ان المقال اللي كتبه واين روني اسطوره مانشستر يونايتد في صحيفه تايمز البريطانيه قبل المباراه بحوالي 48 ساعه، وذكر فيه ان مانشستر سيتي سيضحك ريال مدريد، اعتقد ان هذه الامور يعني شحنت ريال مدريد بشكل كبير جدا وخليته يظهر بهذا الشكل اكثر من رائع. مباراه الاياب صعبه جدا، وده اللي اكده بيب جوارديولا، وحتى بيب جوارديولا نفسه في التصريحات بعد المباراه قال يا جماعه ما حدش يقول ان احنا سنضحك. مين قال ان احنا سنضحك في ريال مدريد؟ ريال مدريد هو الملك هذه البطوله والاكثر تتويجا والاكثر خبره مننا في هذه البطوله. فانا اعتقد مباراه العوده بالتاكيد ستكون صعبه جدا، صحيح انها على ملعب الاتحاد، لكن نتذكر الموسم الماضي مانشستر سيتي فاز بصعوبه شديده جدا في ذهاب نصف النهائي 4-3، فانا متوقع تكون مباراه صعبه وصعبه جدا، صحيح ان في كريدت بعض الشيء مانشستر سيتي بعد التعادل بنتيجه 1-1، لكن مش عايزين ننسى ان الاتحاد الاوروبي لكره القدم منذ نصف العام الماضي الغى قاعده الاعتبار الهدف بهدفين خارج الارض، وبالتالي ان حدث التعادل ايا كان التعادل بقى 2-2 3-3 ستذهب المباراه الى الاشواط الاضافيه ثم الى قرارات ترجيح، وده السيناريو اللي رجحه كارلو انشيلوتي، قال ان من المتوقع ان ممكن المباراه تصل الى قرارات ترجيح في مباراه الاياب. فبالتالي لا، مباراه الامس الحقيقه اعلى مستوى كره القدم شاهدناها على مستوى الحياه في الفتره. يا احمد صباح الخير. صباح عليك يا هون. يعني انا سعيد طبعا ان انت صاحي ومعانا النهارده، بس انت بتتكلم بسرعه قوي يا احمد. انت صاحي فايق قوي عشان في غزاره في المعلومات، غزاره في المعلومات ما شاء الله، يعني معلومات غزيره، فطبعا ده بيخليك تتكلم طبعا وتشرح لنا بسرعه. انا عايز اروح معاك برضو لنقطه مهمه جدا، زي ما انت اتكلمت سريعا على الماتش العوده، ماتش العوده ناس كتيره قالت لك ده ماتش لا يمكن ان انت تتوقع، يعني قبل اي مباراه مهمه يقول لك متوقع ايه او توقعاتك ايه. ماتش العوده تحديدا اعتقد ان صعب جدا حد فينا يتوقعه، ولكن من قراءتك لماتش الاياب انت بتشوف مين اللي كفته الى حد ما ممكن تكون ارجح؟ مين اللي عنده ذكاء في الملعب اكتر؟ مين اللي عنده دوافع اكتر؟ ده شق. الشق الثاني برضو معلش لازم استغل وجودك انا وكريم ونروح معاك لخبر ميسي، لان احنا اتكلمنا عنه امبارح كخبر كده زي ما يكون رومر او اشاعه يعني متداوله، لكن الوضع كان اختلف بعد او يعني في الساعات الاخيره بالامس، لا الموضوع اصبح الى حد ما صحف كبيره بتكتب عنه، مواقع كبيره عالميه بتكتب عنه، صحه ده او من عدمه عندك اي معلومه عنه برضو يا احمد؟ بالنسبه لهوند السؤال الاول فيما يتعلق بمباراه الاياب، المباراه في وجهه نظري صعبه جدا 50-50، يعني صحيح ان في كريدت بعض الشيء لمانشستر سيتي لعامل الارض والجمهور، لكن الحقيقه في الفرق الكبيره على مستوى اوروبا ما بيهمش الموضوع الارض والجمهور. ريال مدريد يبقى هو حامل اللقب رغم ان التخبط اللي عاشه هذا في على مستوى الدوري الاسباني ده ليه يعني عوامل كتير جدا يعني يطول شرحها، ولكن ريال مدريد ده ريال مدريد، وده اللي بياكده بيب جوارديولا. اعتقد بيب جوارديولا بيتعامل على ده من الناحيه النفسيه لانه يعلم جيدا ان فريقه دخل
يعني بثقه زائده عن اللزوم، قد يدفع الثمن ده غالي جدا، خاصه ان مانشستر سيتي بيحلم بتتويج لقب دوري ابطال اوروبا للمره الاولى في تاريخه. وبيب جوارديولا نفسه اعترف اكثر مناسبه قال لو انا لم احقق لقب دوري ابطال اوروبا، في ناس كتير جدا رغم كل الانجازات اللي حققها مع مانشستر سيتي على الصعيد المحلي في انجلترا، لا ستعتبر مسيرتي ليست ناجحه لان لم احقق لقب دوري ابطال اوروبا. فانا اعتقد المباراه 50-50، صحيح ان في العامل الارضي والجمهور قد يعطي افضليه لمانشستر سيتي، لكن المباراه صعبه جدا. فيما يخص ليونيل ميسي، يعني ليونيل ميسي الحقيقه يعني وكاله كبيره من صفقات ابطال الفرنسيه، حينما تتحدث ان ميسي دان ديل خلاص الاتفاق تم، انا اعتقد صعب جدا هي تغامر بمثل هذا الامر، ولكن هو صحيح ان والده نفى في بيان رسمي ونفى بالظبط بالفعل نفى ان في اي اتفاق مع اي نادي. انا اعتقد ان ميسي بنسبه 80% ذهب الى الهلال السعودي بعرض ضخم جدا يا هوند، بنتكلم حوالي راتب كم بقى؟ في كلام من 400 ل 600 مليون يورو، يعني رقم طبعا ضخم جدا يعني. فيعني انا لو مكان ميسي استحاله هرفضه. هو الرقم ده هيبقى في السنه يعني صح؟ الكلام بحسب الصحف ان هيبقى في السنه، هيبقى ضعف رونالدو، يعني 400 مليون يورو ده هيبقى بالظبط كده هو الضعف. رونالدو بيتقاضى 200 مليون يورو، وبالتالي ميسي عارضين عليه 400 مليون يورو. ميسي برشلونه، عشان برضو الامور تبقى واضحه، مع احترامي لكل الاخبار اللي بتطلع من الصحف الثانيه، برشلونه عنده ازمه ماليه كبيره جدا حتى الان لم يستطع حلها. برشلونه مطالب من رابطه، مطلوب منه من قبل رابطه الدوري الاسباني يخفض 200 مليون يورو رواتب، يبيع لاعبين، غلق قناه النادي بالمناسبه خلاص سيتم بتأسيس نادي خلاص، لان هم عايزين يخفضوا نفقات، امور اخرى برضو ترشيد نفقات فيما يخص فريق كره اليد وفريق كره القدم للسيدات. بس هو كده يا استاذ احمد ما تنساش برضو ان كلام الناس اللي كان داير في حته ان ميسي حقه يروح برشلونه هي اسباب عاطفيه في المقام الاول، ما لهاش علاقه قوي بحته الارقام او المقابل المادي، لان اكيد ايا كان المقابل المادي في حال عرضه على ميسي من برشلونه اكيد لن يقارن بالارقام اللي حضرتك تفضلت بذكرها، 450 مليون يورو احنا بنتكلم. ف يعني مين يقدر حتى يدخل معاهم في منافسه انجاز التعبير او حتى في مزايده على ميسي؟ ده لو مره في العمر مش مره في السنه. ده لو مرتبه في العمر يا استاذ احمد 450 مليون يورو ده يبقى حلو زي الفل. يا عارف يا كريم، المشكله مع احترامي للصحف اسبانيا وصحف كاتالونيا لما بتتكلم فيها عن عوده ميسي، انا بستغرب يعني المدير الرياضي بتاع برشلونه ماتيو اليماني سيرحل عن برشلونه وسيذهب الى نادي متوسط في انجلترا اللي هو استون فيلا، لان الراتب بتاعه في استون فيلا سيكون اعلى من راتبه في برشلونه. بنتكلم حتى مش هتكلم بقى على صعيد الخليج العربي او دول مثل السعوديه او الامارات او قطر، انا بتكلم في دول كمان الدوري الانجليزي نفسه، نادي استون فيلا نادي متوسط في انجلترا مركز سابع او ثامن حاليا في البريمير ليج، خد المدير الرياضي بدايه من نص المجمل، خد المدير الرياضي بتاع برشلونه اللي هو ماتيو اليماني عشان الراتب بتاعه في استون فيلا هيكون ضعفين راتبه في برشلونه. احنا بنتكلم في حجم الازمه الماليه في برشلونه، حجم كبير جدا. ورابط الدوري الاسباني على لسان رئيسها خفيرتي بس تمسك بموقفه وقال لن يحدث اي استثناءات لبرشلونه الخارق لقواعد اللعب المالي الوظيفي اللي احنا بنطبقها، ولن يتم السماح لبرشلونه بالتعاقد مع ميسي الا بالقيام بالشروط اللي مطلوبه منه. فانا اعتقد ان حتى الان نظرا لا لو ميسي فكر بعقلانيه جديده جدا حتى ان بالنسبه وجهه نظري 80% ميسي ذهب الى الهلال السعودي في البطوله. يا اخي شيء مؤسف قوي لما يجي علينا اليوم اللي نسمع فيه كلام زي ده عن برشلونه بتاريخه بعرقته باسماء النجوم اللي كانوا فيه عبر التاريخ. طيب تعالى نروح بقى كمان لماتش مهم جدا النهارده بين الميلان والانتر ميلان، وبرضه عايزين نعرف رؤيتك وتوقعاتك لهذه المباراه هتكون عامله ازاي. الحقيقه يعني رغم ان انا من مشجعي والمحبين جدا لنادي ميلان، لكن انا بعترف ان ميلان وانتر تحديدا وصلوا لهذه المرحله في دوري ابطال اوروبا فقط بسبب القرعه. نظرنا للمباريات بتاعتهم تحديدا في المراحل البلاي اوف لم يواجهوا انديه من الصف الاول، على عكس طريق ريال مدريد ومانشستر سيتي فريقهم كان طريق صعب جدا في الحقيقه. فانا اعتقد ان الحقيقه يعني هم الفريقين تواجدوا، لكن هم من ناحيه المستوى ليسوا حاليا ما بعتبرهمش من انديه الصف، تاريخيا طبعا من انديه الصف، لكن على الوقت الحالي في انديه الصف. بتمنى بالتاكيد تاهل ميلان عشان اكون واضح وصريح معاك يا كريم، لكن المباراه برضو متوازنه بشكل كبير جدا. ميلان عنده مشكله تتعلق بغياب رافائيل لياو، لو تاكد غياب رافائيل لياو عن مباراه اليوم هو النجم الاول للفريق هذا الموسم، اعتقد سيكون ضربه كبيره جدا ليه يعني تاكتكس الخاصه باستيفانيو بيولي مدرب ميلان. على الجانب الاخر انتر ميلان استفاق في الفتره الاخيره على صعيد الدوري الايطالي بعد فتره كانت صعبه جدا ونتائج كارثيه وصلت الى حتى ان كان ممكن سيموني انزاجي مدرب الفريق يتم اقالته، لكن المباراه 50-50. التاريخ بيقول ان ميلان اللي بيتاهل مش انتر، لان الحقيقه الفريقين لعبوا ضد بعض اربع مرات حتى الان في دوري ابطال اوروبا، في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا كانت التاهل فيها بتصنيف ميلان، ولكن التاريخ شيء والواقع شيء. لكن انا على مستوى الشخصي اكيد بتمنى تاهل ميلان لنهائي دوري ابطال اوروبا، ويمكن ليه ما لا يعني خلو انشيلوتي في فتره كبيره جدا قال ان انا متوقع ان ميلان وريال مدريد في النهائي، ممكن نرى ذلك في نهائي اسطنبول هذا.
رائع جدا يعني احمد غنيمه الناقد الرياضي وزميلنا العزيز، بشكرك جدا على هذه المداخله، شكرا لك.